اهلا، شلونكم؟ سواهر، حياكم، تفضلوا. طبعا على اساس المعلومات اللي قدمتونا اياها اعرفكم. يدتي غنيمه فعلا. أبين كل الاشخاص اللي ساكنين بالفيلا، راح نقول لكم السيناريو المحتمل اللي صار، مو الاكيد. اذا ذبحت الريال قولي لي وين دفنتيه. غنيمة، غنيمة والله كبيرة بالسن، كانت مسفولة قضية قتل. ايش تقولين؟ أقول لك مجرمة. عبدالله. سبيلي. عبدالله ليلة اطفال عمان كان محجوز على ذمة التحقيق. أنت؟ أسلين على زاد. والله لأنها تمسك سجيلة وتحرنا واحد ورا الثاني، وقول ما قالت بدرية. أنا أقول هذا بيت ولدي، حفيدي مشعل. مجاريح على NBC دراما، وشاهد رمضان يجمعنا.